أهلا بكم من جديد. يوم 3 يوليو ليس مجرد ذكرى ولكنه علامة فارقة في تاريخ الوطن. يوم استرد فيه المصريون مقدرات الوطن وأفشلوا فيه مؤامرات اغتيال مؤسساتها وخيانة ترابها. وسط أزمات سياسية وعدم كفاءة في إدارة شؤون البلاد غلفتها حالة من الغضب الشعبي، مرت فترة قاتمة على مصر تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2012 إلى 2013 حتى جاءت ثورة 30 يونيو المجيدة محررة البلاد من قيودها لتنطلق نحو ما تصبو إليه من مستقبل يستحقه شعب مصر العظيم. علامة فارقة في تاريخ مصر لمواجهة المؤامرات سجلها تاريخ 3 يوليو من خلال التصدي لكافة محاولات إفشال الدولة واغتيال مفهوم الدولة الوطنية عبر مؤامرات كان الأمن أحد أبرز أهدافها، وسط تحديات غير مسبوقة من بينها اقتحام السجون ومراكز الشرطة وتهريب العناصر الإجرامية وتكوين العصابات المسلحة. في ديسمبر من عام 2012 كشفت أحداث الاتحادية الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية الذي يميل للعنف وقمع المعارضين الذين احتجوا على إعلان دستوري ديكتاتوري، فما كان من الجماعة الإرهابية إلا أن اعتدت على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية. محاولات للسيطرة والهيمنة أفشلتها ثورة 30 يونيو لتنكشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الملايين من خلال التلويح باستخدام العنف بشكل علني وارتكاب جرائم تخريبية في شتى أنحاء البلاد. ولكن مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها العريقة كانت عصية على الإرهاب، ونجحت إرادة المصريين التي ساندها الدور الوطني للقوات المسلحة في إزاحة ستار العنف والظلام. وللحديث عن الأثر الذي تركه بين 3 يوليو والحراك الذي أحدثه في البلاد، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي شريف عارف. يعني بيان مفصلي أعلن منذ 10 سنوات وما زالت أثاره باقية وتتواصل. السؤال، كيف ترى هذه الأثار في بناء الجمهورية الجديدة؟ أولا دعينا نؤكد أن بيان 3 يوليو هو بمثابة التصريح الرسمي باستعادة الهوية المصرية، لأن استعادة الهوية المصرية كان أهم ما يمكن أن يكون أساسا لبناء جمهورية جديدة، لأنه لا جمهورية جديدة بلا هوية مصرية تحدد إطار هذه الجمهورية وشكلها. وبالتالي أعتقد أن بيان 3 يوليو قد أعاد بكل تأكيد دور الشعب المصري التاريخي، وأن القوات المسلحة وقفت بهذا البيان وصنعت ووضعت نفسها في أهم وأنصع صفحات التاريخ، لأنها عادت للمصريين حقهم في بناء دولتهم، في السيطرة على مقدراتها، القدرة على التعامل بعد أن قامت هذه الجماعة الفاشية على مدى عام كامل بكل الأخطاء التي لم يكن يتوقعها أحد. ولذلك أنا أرى أن التدخل ببيان 3 يوليو هو تدخل في الوقت المناسب، وذلك لمنع والحيلولة دون أن تكون هناك مجازر حقيقية في الشارع المصري. أرى أن استعادة الهوية المصرية كان مقدمة لاستعادة الدولة نفسها وإعادة بناء مؤسساتها مرة أخرى، ومنها الدستور ثم المجالس النيابية وكافة الاستحقاقات، وهو ما مهد فيما بعد لأن تكون هناك جمهورية جديدة كما أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن هل كان من الممكن يعني حدوث بناء في أي مجال من المجالات مع ما كنا نشهده من حالات فوضى وحالات يعني إرهابية مستمرة؟ من الصعب أن نتوقع ماذا كان يحدث لو استمر الإخوان في الحكم. من المؤكد أن الموقف كان سيكون كارثيا، لأنك كنت يوميا أمام حدث جديد، لا نعرف من الذي يدير الدولة وما هي الأطراف الحاكمة ولصالح من، ومن يتخذ القرار ومن ينفذه. كل هذه الأسئلة كانت مطروحة لدى يعني كل أبناء الشعب المصري، لكن
القوات المسلحة كان لديها تصرف آخر في مسألة حماية الأمن القومي المصري، لأن التدخل هو ليس دفاعا عن الشعب، لأن القوات المسلحة هي جزء من الشعب، ولكن دفاعا عن الأمن القومي المصري الذي يستهدف بقاء هذا الوطن وبقاء هذه البلد. الكاتب الصحفي شريف عارف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.